عن آتا غول تعيش قصة حب في زمن الاحتلال. من بين العروض التي تلقتها نسلهان آتا غول للموسم الجديد، أعجبت أكثر بقصة مسلسل حب في أيام الاحتلال، وأبدت الممثلة التركية نسلهان آتا غول موافقتها مبدئيا على بطولة المسلسل التاريخي الذي يحمل عنوان الحب في أيام الاحتلال من إنتاج شركة القمر، وهي الآن في مرحلة توقيع العقد. وتدور أحداث المسلسل التاريخي حب في أيام الاحتلال في عام 1918، والعمل لا يزال قيد الإعداد، من تأليف يلما شاهين وبينار بيكبولات اللذان كتب العديد من المسلسلات الناجحة والتي حظت بشعبية كبيرة داخل تركيا وخارجها. ومن ضمن هذه المسلسلات التي لا تنسى مسلسل القرن العظيم المعروف في الوطن العربي باسم حريم السلطان، ومسلسل سنوات الصفصاف، ومسلسل رامو، ومسلسل علي رضا، وآخر مسلسلاتهم حياتها الرائعة. النجمة التركية نسلهان آتا غول أعجبت بقصة المسلسل، حيث ستجسد فيه شخصية امرأة روسية تدعى فيرا جيرجيروف التي تعمل كعميلة سرية عند العدو لمصلحة الأتراك، وسيتضمن المسلسل مشاهد تشويق وإثارة، وستكون عضوة في التنظيم السري الذي عهد إليه القائد التركي مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية التركية بإسطنبول المحتلة إلى الكفاح الوطني في الأناضول برفقة قصص مثيرة جدا. ويتناول مسلسل حب في أيام الاحتلال دعم عضو التنظيم السري أكرم بيدار للنضال الوطني في الأناضول، وهو الشخص الذي عهد إليه مؤسس جمهورية تركيا مصطفى كمال أتاتورك مسؤولية إسطنبول المحتلة. وللآن لم يتم التفاوض مع النجم الذي سيجسد دور البطولة إلى جانب نسلهان آتا غول، وعدد كبير من محبي النجمة التركية نسلهان آتا غول يريدون رؤية ثنائيتها مع النجم أراس بولوت إنيملي،